السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل خير. إن شاء الله النهاردة يا جماعة معانا فيديو جميل، إن شاء الله نتكلم فيه عن حقيقة صوت الحوت الأزرق اللي تم تداوله في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن تم سماع صوت الحوت الأزرق المرعب للناس يا جماعة على السواحل المصرية في الإسكندرية ومرسى مطروح والسواحل الليبية. طبعا يا جماعة بداية كده، الناس كانوا بيعتقدوا قديما ان الديناصورات هي اكبر الحيوانات الموجودة على سطح الارض، والكلام ده قالوه يا جماعة بناء على الديناصور اللي تم اكتشافه في تنزانيا، اللي هو الديناصور سموه الزرافي لان رقبته كانت يعني او جسمه بيشبه الزرافة، وده كان بلغ يا جماعة وزنه حوالي من 20 ل 30 طن، يعني حاجة رهيبة 20 ل 30 طن. لكن تم اكتشاف بعد كده ديناصور اكبر منه، اللي هو الديناصور اللي هم سموه السحلي او السحلي، وده نتيجة ان هو بيشبه السحالي يا جماعة، وبلغ طوله ساعتها يا جماعة الديناصور ده حوالي 33 متر تقريبا، وبلغ وزنه يا جماعة تقديريا كده قالوا ان وزنه بلغ 140 طن يا جماعة. طبعا 140 طن دي حاجة رهيبة جدا ان ان الديناصور يوصل وزنه 140 طن. لكن كانت المفاجأة يا جماعة ان تم اكتشاف ان الحوت الازرق هو اكبر الكائنات البحرية على سطح الارض. ازاي يا جماعة؟ قالوا ان اول حوت تم رصده بلغ وزنه حوالي 180 طن يا جماعة، من 180 ل 190 طن، ووصل طوله حوالي 33 متر. طبعا يا جماعة الحوت الازرق ده من الكائنات الضخمة العملاقة. الخبراء يا جماعة قالوا ان قلب الحوت، القلب بتاع الحوت حوالي 600 كيلو جرام، حاجة رهيبة، حوت القلب بتاعه 600 كيلو. قيل يا جماعة ان الوريد في هذا القلب او في قلب الحوت، الوريد ده ممكن انسان يدخل فيه، يعني تخيل انت قلب وزنه 600 كيلو جرام، الوعاء بتاعه او الاوردة، الوعاء بيدخل ممكن يعني انسان كامل يدخل في هذا الوريد او في هذه الاوعية ويطلع منها، يدخل ويطلع، حاجة يعني بصراحة رهيبة يا جماعة. الحوت يا جماعة من فصيلة الثدييات، وبيبلغ عدد هذه الفصائل يا جماعة حوالي 89 فصيلة. الحوت الازرق ده واحد من هذه الفصائل، وبيعتبر هو من الثدييات اللي بتلد، يعني الحوت بيلد يا جماعة. صغار الحوت يا جماعة بيبلغ طولها عند ولادتها حوالي 8 متر، يعني صغار الحوت، الطفل بتاع الحوت لما بيتولد يبقى عنده طوله كده حوالي 8 متر يا جماعة. يبقى صغار يا جماعة الحيتان عند ولادتها بيبقى طولها حوالي 8 متر تقريبا، يعني انت تخيل المولود بتاع الحوت بيبقى طوله 8 متر عند ولادته، 8 متر تقريبا. الحوت يا جماعة او صغير الحوت ده بيرضع حوالي 600 لتر من الحليب يوميا، يعني بيشرب حوالي ده عاوز مصنع لبن جنبي والله عاوز مصنع يا جدعان. طبعا يا جماعة وزن صغير الحوت ده بيزداد، او الحوت الصغير ده يا جماعة او طفله او مولود الحوت ده يا جماعة بيزداد يوميا بمعدل 80 كيلو جرام، تتخيل انت حجم او صغير الحوت ده بيزداد يوميا بمعدل 80 كيلو جرام في العام الاول، يعني في السنة الاولى من عمر الحوت او من عمر صغير الحوت يا جماعة بيزداد كل يوم بيزيد 80 كيلو جرام، حاجة رهيبة حقيقي والله، حاجة رهيبة يا جماعة، 80 كيلو جرام في اليوم دي مشكلة. الحوت يا جماعة لا يستطيع التنفس تحت الماء، دي من المعلومات الغريبة صراحة ان هو لا يستطيع التنفس تحت الماء. اما اللي هو بيحصل ايه، هو بيطلع يا جماعة فوق ياخد النفس ويغوص مرة تانية في الماء، يستمر كام بقى يا جماعة؟ يستطيع الغوص تحت الماء يا جماعة لمدة 90 دقيقة، يعني ساعة ونص، ساعة ونص يفضل فيها الحوت تحت المية من النفس اللي خده فوق، بعد كده يطلع مرة تاني وينزل يغوص لمدة 90 دقيقة، وهكذا يا جماعة. ده بالنسبة يا جماعة للتنفس عند الايه، عند الحيتان. طيب يا جماعة بالنسبة للنوم عند الحيتان، الحيتان بتنام؟ طبعا يا جماعة الحيتان فعلا بتنام، بس سبحان الله يا جماعة العلماء قالوا ان رأس الحوت او دماغ الحوت يا جماعة بتنقسم لنصفين، احد هذين النصفين يا جماعة بينام والنصف التاني بيعمل والنصف التاني نايم، يعني بيفضل شغال وكافة الانشطة بتاع الحوت بتعمل. ليه يا جماعة؟ قالوا عشان ما يختنقش تحت الماء، سبحان الله، يعني نص دماغه ينام والنص التاني يبقى شغال
بيقوم بجميع الوظائف بتاع الحوت وجميع الأنشطة. ليه؟ عشان الحوت ما يحصلوش اختناق تحت الماء ويموت. سبحان الله. بالنسبة يا جماعة، الخبراء قالوا ان طول قضيب الحوت يا جماعة بيبلغ حوالي 3 أمتار، 3 متر، ويقذف في المرة الواحدة حوالي 70 لتر يا جماعة، 70 لتر في المرة الواحدة. بالنسبة يا جماعة لغذاء الحيتان، العلماء قالوا ان الحيتان بتفتح حنكها او فمها يا جماعة بزاوية 90 درجة، زاوية قائمة 90 درجة، بتلتهم في خلال ماشية في او سيرها في خلال سيرها يا جماعة في البحر، تلتهم جميع الكائنات البحرية الصغيرة، حتى الحاجات الصغيرة دي بتاكلها وهي ماشية بتخش في حنكها ما شاء الله. قدروا يا جماعة الوزن الغذاء اليومي للحوت بحوالي 4 طن. بالنسبة يا جماعة لفضلات الحوت، اغلى فضلات في العالم يا جماعة هي فضلات الحوت. قيل يا جماعة ان ليه طيب افضل فضلات في العالم؟ قيل يا جماعة ان هي بتحتوي على مادة اسمها مادة العنبر، بتدخل في العطور الفرنسية وفي مستحضرات التجميل، عشان كده سعرها غالي جدا يا جماعة، بيبلغ او وصل سعر الجرام فيها يا جماعة 26 دولار. يعني جرام الواحد في فضلات الحوت يا جماعة بلغ 26 دولار. حتى قيل يا جماعة في احدى القصص ان في رجل عثر على فضلات الحوت باعها بحوالي 180 ألف دولار بسبب ارتفاع ثمنها. طبعا يا جماعة هذا الارتفاع العالي في سعر هذه الفضلات ده تسبب في الصيد الجائر للحيتان يا جماعة. طيب هل يا جماعة هل تغني الحيتان؟ نعم يا جماعة، العلماء قالوا ان الحيتان فعلا بتغني. الغناء بتاعها يا جماعة هو الصوت بقى اللي الناس بتتكلم عليه والاصوات اللي الناس بتسمعها يا جماعة هو غناء للحيتان. قيل يا جماعة ان الحيتان بتصدر هذه الاصوات كنوع من التنبيهات والتحذيرات لباقي الحيتان الاخرى اللي هي بتبقى على مسافات جامدة جدا. طبعا يا جماعة الحيتان يعني ممكن تسمع اصوات بعضيها، لكن طبعا احنا كبشر مش هنسمع صوتها فوق. حتى يا جماعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي قالوا فيه ان صوت الحيتان في البحر المتوسط على السواحل الليبية والمصرية صوت مرعب، الفيديو ده يا جماعة بعتقد كده انه لا اساس له من الصحة، لان يا جماعة صوت الحوت مش ممكن يطلع من تحت المية، لان المياه يا جماعة بتبقى كاتم الصوت اصلا، فازاي صوت الحوت هيطلع ويبقى مرعب للناس زي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو. البعض قال انه فيديو مفبرك يا جماعة، تم اخذه من احدى القنوات وتم تحسين ادخال تحسينات على الصوت يعني بهدف خداع للناس يا جماعة. طبعا يا جماعة الحيتان قيل ان هذه الاصوات بتصدر احيانا لو سمعت اصواتها. البعض ارجع ذلك الى ان بعض الحيتان او احد الحيتان بيبقى بيحاول الانتحار، بيحاول الانتحار. يا جماعة قيل ان في الحيتان بتقوم بهجرة، وفي طريقها الى الهجرة يا جماعة ممكن بعض الحيتان تضل الطريق بتاعها، فبيبدأ يقترب من الشاطئ. في اثناء اقترابه من الشاطئ يا جماعة بيبدأ الضغط بيزداد بسبب الوزن بتاعه الزائد، لان هو بيقرب اكتر من الشاطئ، فهو محتاج عمق بسبب وزنه الضخم، فبيحصل ضغط جامد جدا يا جماعة على الاجزاء بتاعة الحوت، فبيبدأ يحصل فيها بعض الانفجارات والجروح، فبيبدأ يتعرض لنوع من التعذيب. والبعض ارجع ذلك بقى ان الحوت بيظهر هذا الصوت يا جماعة كنوع من ان هو بيحاول الانتحار، وبيفضل يا جماعة او بيتمادى في هذا الموضوع لمدة اسبوع تقريبا لحد ما يموت موت نهائي. ده بالنسبة يا جماعة لأصوات الحيتان. البعض الاخر قال لا، ده هذه الاصوات بتبقى نوع من انواع التواصل بين الحيتان عشان يقدروا يتواصلوا مع بعضهم ويعرفوا اماكن بعضهم والاماكن اللي بتحتوي على غذاء مفضل لهم يا جماعة. ده كان بالنسبة لصوت الحيتان يا جماعة. طبعا برضو يا جماعة في بعض الناس ارجعوا ان هذه الاصوات مش صوت للحيتان. قيل ان هذه الاصوات ربما تكون لاحدى الكائنات الفضائية اللي بتصدر تعليمات وتحذيرات لسكان الكرة الارضية بان هذه الكائنات يا جماعة هتغزو الارض قريبا، والله اعلم يا جماعة. عموما يا جماعة دي كانت كل معلوماتنا عن الحوت الازرق. بنتمنى بنهاية هذا الفيديو يا جماعة ان احنا نكون قدرنا نوصل معلومة مفيدة للناس. لو الفيديو عجبك ما تنساش اعمل لنا لايك للفيديو
وتشترك بالقناة لو انت اول مرة تشوفها، وتفعل زر الجرس على وضع الكل. والى ان القاكم في فيديو قادم ان شاء الله، اترككم في رعاية الله وامنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.